يا محمد وين انت ايش تعمل؟ ايوه معك معك. ايش تعمل ايش تعمل ايش جالس تعمل الان؟ ولا عمل حاجه بس السالفه تمشي. عقبت السؤال عقبت 630 من 700 يعني كم؟ ايوه شوف الان شوف هو زحفنا الحمد لله تمام قلت لي ثاني مره. طيب خلاص خلاص ما فيش مزح يلا نفصل الموضوع الان. انا ايش اعرف كم عدد الاطباء اللي خارج الخدمه في المستشفى الجمهوري في تعز؟ قلت لي 60% 70% غلط، هي نسبه مئويه. قلت لي اسالني عن امس، سالتك امس عدد الطالبات 700 طالبه، لو 630 طالبه خرجا من المدرسه يعني بنقول كم من ال 100 خرجوا من الطلاب؟ 700 ناقص 630 كم الفرق؟ 70. 70 يعني كم من ال 700؟ 10% صح؟ ايوه 630 كم يعني اذا 70 10%؟ 630 كم؟ 70 63%. شوف ها 700 ال 700 الطالب 700 الطالب لو قلنا 70 في 70 يكون 10% صح؟ ايوه ال 630 كم؟ 700 ناقص 70 630 يعني ال 70 10%، ال 630 كم؟ مش 80% فوق ال 80% كم؟ 90 90% 90% مبروك 50,000 ريال يا محمد. الله يبارك فيك يعطيك العافيه يا مسامي حياك. ده الحين منو اللي تعب انا ولا انت؟ والله تعبت انت تستاهل 50 انت حنين عليك. يلا مبروك لك اجابتك صحيحه مبروك لك الله يبارك.